عام. التفاصيل بقى هتمدنا بيها مشكوره الاستاذه منار غانم، عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. يا فندم صباح الفل على حضرتك، واهلا بيكي معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم واستاذ نهاد وكل الساده المشاهدين، اهلا بك يا فندم. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، اهلا بيك. طيب احنا عايزين بقى نعرف من حضرتك كده مبدئيا، لان احنا طبعا زي ما اكيد حضرتك عارفه كل سنه وانت طيبه واهل بيتك طيبين، داخلين على عيد واجازات وسفريات وحاجات زي كده، فحاله الطقس المتوقعه مبدئيا كده ان شاء الله كام يوم الجايين والاسبوع كمان بتاع العيد ان شاء الله، متوقع الجو يكون عامل ازاي؟ طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين والجميع بخير يا رب. هو احنا طبعا يعني كلنا مستشعرين طبعا ارتفاع درجات الحراره اللي بنشهده من بدايه هذا الاسبوع، وده اللي متوقع يكمل معانا كمان نهايه الاسبوع وكمان بدايه الاسبوع المقبل اللي بتوافق طبعا مع بدايه عيد الاضحى المبارك. هيكون في ارتفاع في درجات الحراره بحوالي من درجه لدرجتين. متوسط درجات الحراره على القاهره الكبرى هتتراوح ما بين ال 36 وال 37 درجه مئويه، ده تحديدا لحد يوم الاحد اللي جاي. الاجواء شديده الحراره خلال فترات النهار، بالاضافه كمان ان احنا طبعا بنتاثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، ده بيعمل على زياده نسب الرطوبه خلال فترات النهار، وايضا خلال فترات النسب الرطوبه اللي موجوده في الجو هي اللي بتخلينا نحس بشكل كبير بارتفاع درجات الحراره. بتخلي درجه الحراره المحسوسه نتيجه ارتفاع نسب الرطوبه بتوصل ل 40 درجه مئويه، دي طبعا المحسوسه، لان ال 36 وال 37 دي درجه الحراره المقاسه في الصيف، لكن المحسوسه طبعا بسبب نسب الرطوبه العاليه بتبقى اعلى من كده. وزي ما بنقول ده اللي مكمل معانا لنهايه هذا الاسبوع ويوم السبت والحد الجايين، لكن اعتبارا من يوم الاثنين ان شاء الله تبدا درجات الحراره تنخفض انخفاض طفيف، هتبقى على 35 درجه مئويه، نرجع للمعدلات الطبيعيه اللي احنا متعودين عليها ان شاء الله في فصل الصيف، هتكمل معانا لنهايه يعني من يوم الاثنين لحد نهايه الاسبوع المقبل باذن الله. المناطق الساحليه طبعا بتكون اقل درجات حراره، ودي اغلب المناطق المطله على البحر المتوسط، متوسط درجات الحراره فيها هتراوح ما بين ال 30 وال 31 درجه مئويه، الاجواء معاها اجواء حاره راكبه فتره النهار معتدله تماما خلال فترات الليل، وخاصه ان احنا في الايام القادمه باذن الله هنلاحظ وجود نشاط للرياح فترات المساء وفترات الليل، هيساعدنا على عدم الاحساس بنسب الرطوبه اللي موجوده في الجو، فبالتالي هنحس باعتدال الاجواء خلال فترات الليل تحديدا. تمام. طيب برضو نظرا لكثره السفريات المتوقعه بما اننا في ايام اعياد، هل في اي مثلا توجيهات معينه تحبي حضرتك يعني توجهيها للناس فيما يتعلق بالسفر في الساعات المبكره من النهار؟ انا اقصد لو في شبوره مثلا، حاجات زي كده. هو بالفعل في شبوره مائيه خفيفه بتتكون على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى سواحلنا الشماليه والقاهره الكبرى، لكن هي شبوره مائيه خفيفه ما بتاثرش على حركه المرور، بتاثر في انخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه، اكيد هنخلي بالنا منها كلنا والقياده تبقى بهدوء تام معاها، لكن مهم كمان واحنا موجودين في المناطق الساحليه او حتى موجودين في القاهره الكبرى نخلي بالنا من فتره الظهيره وتجنب اشعه الشمس، دايما نتجنب اشعه الشمس المباشره من الساعه 12 الظهر للساعه 4 العصر، الفتره دي بنسجل فيها اعلى درجه حراره على مدار اليوم كله، مهم جدا بقدر الامكان لو انا على الشط يبقى دايما تحت الشمسيه ومستخدم طبعا واقي شمسي، لو انا في الشارع عامه يبقى دايما معايا غطاء للرأس الشمسيه او كاب، ابقى بحاول بقدر الامكان ان ابقى موجود في اماكن جيده التهويه، ده هيساعدني على عدم الاحساس بنسب الرطوبه اللي موجوده في الجو، بالاضافه كمان ان احنا بقدر الامكان نرتدي ملابس فاتحه اللون قطنيه، ده مش هيساعد على امتصاص اشعه الشمس، فبالتالي مش هحس بالارتفاع الكبير في درجات الحراره، وان شاء الله تبقى اجازه سعيده جدا. علينا جميعا يا رب ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر، نورتينا يا فندم، شكرا لك. ما تقوليش ان الارشادات دي هتتبع. انسي الناس من 12 دور هتلاقي الناس متمصبره على البيت. انت ما بتتعرضش للشمس، ده اكتر وقت هنتعرض فيه الشمس، ده وقت بس البحر ضربات يعني. الشمس صعب فعلا هتسافر. يعني ربنا يعني فعلا ماشي يعني ماشي، بس يعني ما متوقع، فاهم قصدي؟ بس هي النقطه بس ان ايه، لو فعلا في يعني رطوبه او حاجات زي كده هي دي اغتت حاجه. صحيح. يعني لا، لكن غير كده حسسك بالحراره اكتر، لكن غير كده انا اشك ان ما فيش حد هينزل او يتعرض للشمس، يعني ده هيبقى واقع، عشان بس ما نطلعش نقول حاجات مش احنا نفسنا هنعمل كده، ده الناس هتبقى رايحه تصيف بعنف. يعني جاي الاجازه دي جايه بعد شوق، بحب الصيف كتير جدا. اللي انا اكتشفته بقى يعني كتير جدا، ف